باتت إيران تواجه وضعاً صعباً للغاية ينذر بانهيار اقتصادي وشيك بسبب حالة الشلل الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد وحالة الخوف التي أصابت الشارع الإيراني مع ارتفاع حصيلة الضحايا وتمدد الفيروس إلى معظم المحافظات. وتواجه معظم القطاعات الحيوية صعوبة في الاستمرار مع إغلاق دول الجوار الإيراني حدودها وتعطل الإنتاج، ويهدد الشلل الذي يصيب القطاعات الحيوية في طهران بسبب انتشار كورونا والخوف من العدوى، فقد هبطت العملة الوطنية لأضعف مستوياتها في عام مقابل الدولار لتهبط 10% من قيمتها، وربما يفضي تراجع العملة إلى تفاقم التضخم والإضرار بالاستهلاك المحلي، بينما قد يتسبب هبوط الصادرات في المزيد من ارتفاع البطالة التي يتوقع بعض المحللين تجاوزها 20% هذا العام، ويقوض الضغط المتزايد الناجم عن عقوبات أمريكية بالفعل صناعة النفط في إيران ويقلل صادراتها من الخام. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر نمو إيران هذا العام بعد انكماش بلغ 9.5% العام الماضي، وذلك في أعقاب فرض العقوبات الأمريكية التي قوضت مبيعات النفط ودفعت التضخم السنوي لما يقرب من 40%.